بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، حلقة النهاردة موجهة لأصدقائنا النصارى. لا، إحنا مش نصارى، فإحنا مسيحيين ولسنا نصارى. نحن لسنا نصارى يا أحباء، صلحوا هذه الكلمات عندكم. أنا مسيحي ولست نصرانيا. وزي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا، لمجرد بس قلت أصدقائنا النصارى لقيت هجوم من المناصرين وكل الناس اللي بتسمع لوحيد ورشيد وغيرهم في التعليقات على الفيديوهات اللي بنشرها على القناة. مثلا في تعليق من التعليقات، واحد بيقول نصارى في عينك، واحد تاني يقول نحن مسيحيين ولسنا نصارى، واحدة ست بتقول لي نحن لسنا نصارى، وتعليق تاني بيقول مفيش حاجة اسمها نصرانية، وان النصرانية دي ديانة يهودية، وغيرها من التعليقات لناس ماشيين ورا المنصرين الضالين وبيرددوا كلامهم بدون تفكير. وعلى فكرة ما ينفعش تعترضوا لما نقول لكم يا نصارى وتقولوا ان القرآن لما كان بيقول علينا نصارى يبقى هو كده بيشتمنا. القرآن يسمي المسيحيين بلفظة نصارى، لكن هذه ليست تسمية، هذه شتيمة. يعني تسميتنا هي شتيمتنا. هل لما قال القرآن كلمة نصارى كان يقصد احتكارهم؟ طبعا القرآن ما كانش يقصد احتكارهم أو إهانتهم، فالقرآن لما سماهم نصارى هو ذكر بس الاسم اللي هم سموا نفسهم به، فاللي قالوا إن نصارى هم نفسهم مش المسلمين، نسبة إلى يسوع الناصري، زي ما هنعرف بعد كده من خلال الكتاب المقدس والمراجع والمصادر المسيحية. والقرآن لو كان يقصد إهانتهم أو احتكارهم ما كانش سمى اللي آمن منهم بالنصارى. واللي اعترف بالحقيقة دي هو المنصر رشيد حمامي. فحتى في لما يتكلم عن ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا النصارى، في هذه الحالة النصارى وردت في شكل إيجابي، لكن لو تابعت الآية ستجد أنها تمدح النصارى الذين اعترفوا بنبوة محمد. ولتجدن أقرب الذي أقربهم مودة، عفوا، لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا كنتوا بتعتبروا إن كلمة نصارى شتيمة، تبقوا أنتوا أول ناس شتمتوا نفسكم، لأن علماء ورجال الدين عندكم بيقولوا إحنا نصارى. ونشوف أول فيديو للأنبا موسى أسقف الشباب وهو بيقول إحنا نصارى، بس إحنا نحب كلمة مسيحيين عن كلمة نصارى. كلمة نصارى نسبة إلى الناصري، ومقصود بها أتباع الناصري اللي هو المسيح، ودي كانت نبوة عنه في العهد القديم يدعى ناصريا. فدي مش معناها اليهود اللي اتنصروا ولا حاجة، ده كل من تبع المسيح ممكن يبقى اسمه نصراني أو ناصري، ده كل من تبع المسيح ممكن يبقى اسمه نصراني أو ناصري، ده كل من تبع المسيح ممكن يبقى اسمه نصراني أو ناصري. احنا بس ما بنستعملهاش كتير، بنحب أفضل منها كلمة مسيحيين، لأنها جت في الإنجيل دعي المؤمنين بالمسيح مسيحيين أولا في أنطاكيا، فما بنحبش كلمة نصارى وإن كانت مش غلط. وزي ما سمعنا الأنبا موسى بيقول كلمة نصارى مش غلط، بس إحنا بنفضل كلمة مسيحيين، ومعنى كلامه إن لقب نصارى مش شتيمة، لأنها لو كانت شتيمة كان اعترض على الكلمة دي. وتعالوا نشوف ونسمع البابا شنودة لما حد سأله وقال له لماذا يطلق علينا نصارى. واحد بيقول نحن نسمى مسيحيين لأننا نؤمن بالمسيح، فلماذا يطلق علينا كلمة نصارى أو أقباط؟ وما هي التسمية الصحيحة التي تتفق عقيدتنا؟ بنسمى مسيحيين لأننا نؤمن بالمسيح، ده كويس. نسمى نصارى نسبة ليسوع الناصري، يسوع الناصري. أصبحت كلمة نصارى أو مسيحيين زي بعضها. أما كلمة أقباط فهي ناحية وطنية
يعني الأقباط هم المسيحيون المصريون، لأن كلمة قبط وإيجبت أصل واحد، قبط إيجبت، جبت الجبت الجبت، حتى الصعيد يقولوا الجبت، القاف ينطقوها جيم زي قوي يقول قوي. ف قبط أو إيجبت حكاية واحدة. فنحن أقباط نصارى مسيحيين، كل الأسماء ماشية. والأنبا شنودة بيعترف وبيقول إنه سواء كان مسيحي أو نصراني أو قبطي كله ماشي. ونشوف رجل دين مسيحي تاني بيتفق مع كلام الأنبا موسى وكلام الأنبا شنودة. أبونا، إيه الفرق بين النصارى والمسيحيين؟ بص يا حبيبي، المسيحيين هم النصارى والنصارى هم المسيحيين، لأن المسيح خرج من بلد اسمها إيه؟ النصيرة، فكل من تبع هذا النصيري صار نصرانيا، فكل من تبع هذا النصيري صار نصرانيا. وده معناه إن رجال الدين وعلماءكم موافقين على لقب نصارى. أما الناس اللي معترضة على دين النصرانية تحديدا، فاسمعوا الترنيمة دي من داخل الكنيسة. وهنا بيردد النصارى عبارة دين النصرانية خلف الكاهن في الكنيسة. وشوفوا الترنيمة دي الأخطر اللي بتقول يا معشر النصارى. معشر النصارى، معشر النصارى، معشر النصارى، يا خير الشعوب ذي حمى العذارى، ذي منى القلوب، ذي حمى العذارى، ذي منى القلوب. زي ما سمعنا وشفنا بيرددوا كلمة النصارى في كنايسهم، ولما نيجي نقول عليهم نصارى يقولوا انتوا بتشتمونا واحنا مسيحيين والقرآن بيشتمنا. بالرغم من كل ده يجي واحد منصر يقول ان الناس دي كلها اللي قالت اننا نصارى غلطانين. للأسف الشديد يعطون المسلمين السلاح الذي يضربوننا به، يعطونهم المطرقة التي يضربوننا بها. سبحان الله، بيتهم علماء الدين المسيحي انهم ادوا سلاح للمسلمين يضربوا به المسيحيين. هل معنى كده ان الانبا موسى اخطأ والبابا شنودة اخطأ وفي الاخر ترجعوا وتقولوا المسلمين شتمونا لما قالوا ان احنا نصارى؟ والحقيقة بقى ان كلمة مسيحيين هي الشتيمة. فتعالوا نفتش الكتب وننسى كلام المنصرين ونطبق وصية المسيح لما قال فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي. ونبدأ بعرض القاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية المسيحية وشرح لكلمة مسيحي، حيث يقول المؤلف: دعي المؤمنون مسيحيون أول مرة في أنطاكيا نحو سنة 42 أو 43، ويرجح أن ذلك اللقب كان في الأول شتيمة، فقد ذكر المؤرخ تاسيتس أن تابعي المسيح كانوا أناسا سفلا عاميين. إذن كلمة مسيحي معناها سافل، وده اللي بيقوله دائرة المعارف الكتابية. وكمان في الإبصاليات السنوية، إبصالية واتس في عيد الصليب المجيد، بيقول: هوذا نحن النصارى نفتخر بالصليب لأنه من قبل علامته صرنا أحرارا. وفي يوم عند النصارى اسمه حد التناصير، وهو يوم بيعمدوا فيه الناس اللي داخلين النصرانية، واللي بيتعمد بيسموه متنصر، وده دليل على أنه نصراني. ولكن هل كلمة نصارى موجودة في الكتاب المقدس؟ لو فتحنا الكتاب المقدس وتحديدا سفر أعمال الرسل إصحاح 24 عدد 5 ترجمة الفان دايك، هنلاقيه بيقول: فإننا إذا وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة مقدام شيعة الناصريين. وطبعا النص ده في باقي الترجمات نصارى وليس ناصريين. وفي الترجمة الكاثوليكية أعمال الرسل الإصحاح 24 عدد 5: وجدنا هذا الرجل آفة من الآفات، يثير الفتن بين اليهود كافة في العالم أجمع، وأحد أئمة شيعة النصارى. وفي الترجمة العربية المشتركة أعمال الرسل إصحاح 24 عدد 5: وجدنا هذا الرجل مفسدا يثير الفتن بين اليهود في العالم كله، وزعيما على شيعة النصارى.
وفي ترجمة الأخبار السارة أعمال الرسل 24-5 وجدنا هذا الرجل مفسدا يثير الفتن بين اليهود في العالم كله وزعيما على شيعة النصارى. وبيأكد ده كمان إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد 23، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. ويقول القمص تدرس يعقوب ملطي في تفسيره لهذا النص: كلمة ناصرة منها اشتقت نصارى لقب المسيحيين، وهي بالعبرية ناتزار، وهي تعني غصن، ومنها الكلمة العربية نادر. ولو تصفحنا كتب التراث المسيحية هنلاقي لقب نصارى موجود. ونبدأ بكتاب الدسقولية واللي كتبه التلاميذ الاثنى عشر وبولس ويعقوب أخو الرب على حسب اعتقاد النصارى، واللي ترجم الكتاب ده القمص مرقس داود في صفحة 90 بيقول: يجب على النصارى أي المسيحيين أن يغفروا في كل زمان خطايا بعضهم بعض. إذا أردت أن تكون نصرانيا أي مسيحيا فاتبع ناموس الرب. ونشوف كتاب قوانين هيبوليتس القبطية، الأب أثناسيوس المقاري في صفحة 37 بيقول: لا يصر نصراني جنديا إلا إذا ألزمه قائد له السيف. وفي كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة للعلامة الأسقف إيسوزورس صفحة 134 بيقول: وكليمندس الإسكندري هو تيتوس فلافيوس من آباء الكنيسة المشهورين، ذهب بعضهم إلى أنه ولد في مدينة الإسكندرية فنسب إليها. وبعد كده بيقول: وخالط المعلمين النصارى فأثر فيه ما سمعه منهم، وخصوصا بن بنتيوس المار ذكره فاهتدى إلى النصرانية. أهو دين النصرانية يا متعلمين يا بتوع المدارس. وطبعا في مراجع كتير بتثبت ان النصارى هم اللي سموا نفسهم بالاسم ده مش حد تاني. بس علشان اختصارا للوقت اكتفيت بعرض بعض النماذج اللي بتفي بالغرض بتوضح الحقائق للي بيبحث عن الحق. وإلى لقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.